عليكم. السلام عليكم، ازيك يا معالي الباشا؟ احنا معانا دلوقتي المهندس زكريا عفيفي على الهاتف، يا ريتك تقول مشكلتك تاني بس السلام سريعا. عليكم، اتفضل. ازيك يا باشمهندس زكريا؟ اتفضل المهندس زكريا سامعك، اتفضل. طيب انا عايز بس يحدد لنا، يبعت منشور للجمعيات الزراعيه يحدد لهم ان الفدان يصرف كذا، بصل كذا، قمح كذا. انا ما بقولش انهم بيتاخروا، بس هو يدوم تعليمات، لان احنا لما بيروحوا بيقولوا ما فيش تعليمات. وعلى فكره انا كلمت المهندس زكريا عفيفي قبل كده وقال لي المقررات كذا وكذا وكذا. طيب المهندس زكريا قال معلومه برضو انا بعيدها لك وهو سامعني، ان لازم وانت يكون بحثها يا بيه، سامحتني. ابتديت الزراعه. انت ابتديت الزراعه؟ لا بس بقى احنا خلاص، في ناس عملت زراعه تخدير غله. انا بتكلم عليك مثلا، ايوه يا بيه، في قريه ابتديت وريد. الزراعه ورحت الجمعيه قال لك مش هتصرف؟ لا ما قال لي بروح يا بيه، انا مش هكذب عليك واديك معلومه غلط، لسه ما صرفوش كماوي. لا مين انت تبع جمعيه ايه؟ تبع جمعيه اورين مركز شبراخيل. بكره ان شاء الله المهندس زكريا عفيفي في انتظارك. هو يعرفني المهندس زكريا كويس. بكره ان شاء الله المهندس زكريا عفيفي في انتظارك ان شاء الله. شكرا. خلاص يا بيه، ماشي. انا بشكر حضرتك. شكرا. مهندس زكريا يعني هو في قلق، وده قلق انا بعتبره قلق صحي، لان الناس دي عايزه تزرع وعايزه تشتغل. هي الناس دي شافت الاسمده اتوجدت في الجمعيات. ايوه. عايزه تاخدها، انا مش احنا التعليمات عندنا، قال لك اللي يزرع بالحصر الفعلي عشان نعرف نوصل لاسمده للحافظ. أيوة. ما انا ما اديش اسمده النهارده لواحد ما زرعش يتصرف فيها وترجع تعمل لي سودة تاني. أيوة وترجع صح. لما تزرع تقول لي زراعتي محتاجه اسمده. أيوة. انا بقول لك ازرع وتعالى اصرف كميتك وهصرف لك مره واحده. جميل جدا. هنعمل ايه اكتر من كده؟ كلام سليم جدا يا فندم. انا بشكر حضرتك المهندس. يعني يا ريت كلكم تحطوا ايديكم في ايدينا عشان نوصلوا للمنظومه الصح. صح. احنا ما نبغيش والله غير الصح. فعلا، وما بتتاخرش عن اي فلاح في هذا التوقيت. احنا شايفين المسؤولين كلهم بينزلوا للارض مع الناس موجودين في الاراضي الزراعيه. انا 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 انت بتكلمني دلوقتي وانا لسه هنطلع من باب مكتبي. أيوة. مش مروح، لسه رايح المحافظه. ايوه يعني انا من 7 الصبح لحد انا مش كلمني انت الساعه 4 ل 10. فعلا انا والله لسه طالع من مكتبي لما بكلمك وانا في العربيه. ايوه ربنا يوفقك يا فندم، وانا بشكرك على هذا التواصل، وباذن الله نبقى دايما متواصلين علشان خدمه الفلاح المصري. المهندس زكريا عفيفي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه البحيره. احداث كثيره جدا واستعدادات لموسم القمح بالذات في